السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعلم مع بعض ازاي نقرأ سورة الممتحنة بأحكام التجويد. احنا وقفنا في الفيديو اللي فات عند الآية 3، وان شاء الله هكمل معاكم لحد الآية 5، وبكده يبقى احنا خلصنا الوجه الأولاني من سورة الممتحنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد، حرف القاف عندي هنا مفخم وهو في أعلى درجات التفخيم لأن هو مفتوح، يبقى أي حرف من حروف التفخيم ولاقيه مفتوح يبقى هو من أعلى درجات التفخيم. أقول ق قد، والدال ساكنة فهقلقلها، أقول قد. قد كانت، التاء عندي ساكنة وهي من حروف الهمس، أقول كانت. لكم، أضم الكاف كويس، لكم أسوة، برضو الهمزة أضمها كويس، وعندي السين من حروف الهمس، أو أس أسوة، تنوين وجاي ورا حرف الحاء هيبقى فيها إظهار حلقي، يعني هظهر التنوين. أقول أسوة حسنة في، وعندي تنوين ورا حرف الفاء يبقى هنا فيها غنة إخفاء، وكلمة في عليها علامة المد، هنا مد جائز منفصل 4 حركات. أسوة حسنة في إبراهيم، اكسر الهمزه كويس وحرف الباء هنا اقلقله، وخلي بالي ان انا ما اكسروش، اقلقله بس، اقول اب ابراهيم. والذين معه، هنا مد الصله، ده مد 4 حركات. لا ليه؟ لان الواو الصغيره دي عليها علامه المد فهمدها 4 حركات، لو الواو دي جت وهي ما عليهاش علامه المد يبقى مدها حركتين اتنين بس، اما هنا همدها 4 حركات. أقول والذين معه إذ قالوا، إذ أكسر برضو الهمزة كويس وحرف الذال من الحروف اللثوية اللي بخرج فيه طرف اللسان، هو بس لأ، هو وحرف الثاء وحرف الظ، ال3 حروف دولت بخرج فيهم طرف اللسان. أقول إذ قالوا، المدود الطبيعية، قالوا لقومهم، ميهم أكسر الميم والهاء كويس، لقومهم إن، النون المشددة عندي غنة بمقدار حركتين، وما انساش ان بعديها في مد طبيعي حركتين. اقول إن براء، ده مد 4 حركات برضو، هنا براء منكم، برضو هنا فيها غنة اخفاء، نون ساكنة وجاية وراها كاف يبقى غنة اخفاء، منكم ومما، برضو الميم المشددة في القرآن غنة بمقدار حركتين، يبقى أنا عندي النون المشددة والميم المشددة غنة بمقدار حركتين. ومما تعبدون، تعبدون أخلي بالي من حرف العين أبينه كويس، وعندي الباء والدال مضمومين، تعبدون من دوني، هنا برضو فيها غنة إخفاء، نون ساكنة وراها الدال يبقى غنة إخفاء، من دون الله. أنا هنا قلت الله ما قلتش الله، ليه؟ لأن النون قبل اللام بتاعت لفظ الجلالة مكسورة، فيبقى أنا رققت اللام بتاعت لفظ الجلالة، قلت إيه؟ من دون الله. كفرنا بكم، كفرنا الراء مفخمة، ليه؟ لأن هي ساكنة وما قبلها مفتوح. بيكم برضو أكثر الباء كويس وضم بقى، بيكم. وبدا، بس كلها حروف مفتوحة اهي، وبدا بيننا وبينكم، الكاف والميم هنا مضمومين، وبينكم العداوة والبغضاء، هنا مد 4 حركات، مد واجب متصل لأن المد والهمزة جايين مع بعض في كلمة واحدة. أقول والبغ، ما اقولش ايه والبو، لا والبا والبغضاء ابدا حتى، برضو تنوين وجاي ورا الحاء يبقى اظهار حلقي، الاظهار الحلقي انا ما بعملش فيه اي حاجه ولا غنه ولا اي حاجه، انا بس بظهر التنوين، ابدا حتى تؤمنوا، الهمزه تؤمنوا بالله وحده، برضو هنا مد 4 حركات، إلا قول إبراهيم لأبيه، أكثر الباء والهاء، لأبيه لأستغفرن
مستغفرا لأس السين فيها همس لأستغفرن، الراء عندي هتبقى مفخمة لأن هي مفتوحة، لأستغفرن هنا النون مشددة غنة مقدار حركتين، لأستغفرن لك وما، مد 4 حركات، مد جائز منفصل، وما أملك، أملك الميم الساكنة في القرآن مظهرة، ما بعملش فيها أي حاجة غير إن أنا بس بظهرها وبديها الزمن بتاعها. أقول أملك لك من الله، من أكثر الميم، من الله من شيء، هنا نون وراها الشين حرف الشين، يبقى برضو غنة إخفاء. ربنا، الراء الراء مفخمة لأن هي مفتوحة، ربنا عليك توكلنا، اللام ساكنة، توكلنا وإليك، أكسر برضو الهمزة، وإليك أنبنا، قلقلت الباء، وأن وإليك أنب، أنبنا وإليك المصير، الماء ما أقولش الماء، لا الماء، المصير. ربنا لا تجعلنا، المدود الطبيعية، ربنا لا تجعلنا، أقلقل الجيم واللام عندي هنا ساكنة، خلي بالي إن أنا أظهرها كويس، أقول لا تجعلنا فتنة، همس التاء، فتنة وتنوين وجاي وراه حرف اللام، يبقى فيها هنا إدغام بس من غير غنة، أقول فتنة لل، فتنة للذين كفروا، واغفر لنا، واغفر، بص من الواو للغين على طول، الألف اللي ما بينهم دي اسمها همزة وصل ساقط، يعني هي في وسط الكلام كده أنا مش هقولها، أقول واغفر لنا، هنا الراء بتاع كلمة واغفر هنا هتبقى مرققة، ليه؟ لأن هي ساكنة وما قبلها مكسور. واغفر لنا ربنا، مد 4 حركات، مد جائز منفصل، ربنا إنك، النون المشددة هي غنة مقدار حركتين، أنت، هنا برضو غنة إخفاء، أنت العزيز، هنا هنطق اللام ليه؟ لأن هي لام قمرية، العزيز الحكيم، وقف بمد عارض للسكون 4 حركات، أقول الحكيم. طيب نقرأ الآيات دي مع بعض، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.